اهلا وسهلا. هاي كيفك؟ الحمد لله. شو الحال؟ كيفك؟ يا هلا يا هلا. ليه معزب حالك؟ ليه؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. شو الحال؟ شو طمنينا عنكم؟ الحمد لله تمام. كيف العروس؟ الحمد لله. شو الحال؟ تمام. بسم الله عليه ما شاء الله. مرحبا. لان كيفي؟ الحمد لله. يا هلا بعرستنا الحلوه. تفضلي. ما شاء الله كثير حلوة عرفتي تنقي. حبيبتي تسلمي كلك سوا. اهلا وسهلا. بالاسم بس شوي. خدي راحتك. ماما ما تقولي هيك، انت ما عملتي شي غلط. يلا يا عروستنا ناطرينك. لما تعرفت على محمد على فيسبوك وبلشنا نحكي وأنا بخاف من هيدا اليوم، وهي صار قريب هيدا اليوم يلي رح شوفه فيه هو وعائلته. وحتى لو كنت أنا مخبيته أنه أنا بعاني من مرض البهاق ووجهي لونين بسبب البقع البيضاء، هو قال لي أنه ما عنده مشكل بهيدا الموضوع، بس أنا بضل عندي خوف من أنه يشوفني بشكل الحقيقي لأول مرة بسبب نظرات الناس لإلي يلي كانوا حسسوني أنه أنا ناقصة. وصار الميك اب مرافقني بحياتي تما اشوف نظرة الناس المأزية بعيونه. خليني خبرك شي، ما في شخص بهالحياة كامل، كل حدا منا عنده شي منه كامل، بس بتعرفي وين بتكون القوة؟ القوة بتكون انه نحنا كيف نتعايش مع هالظرف ونواجهه. اذا منجي لحالتي، خطوتك الاولى هي انك تتخلي عن الميك اب اللي بتحطيه وتكوني على حالتك الطبيعية، سواء كان قدام محمد او قدام الناس. ما تتوقع الناس تتقبلك قبل ما انت تكوني متقبلة حالك مثل ما انت. هالشي بده بس خطوة قوي منك، انك تتخلي عن الميك اب. اذا ما تقبلوكي بشكلك الحقيقي فهيدا الشي بيرجع لهم، لانه هن بيكونوا حكموا عليك من خلال شكلك، وهيدا الشي رح يكون من صالحك، لانه العلاقة المبنية على حكم الشخص من خلال شكله ما رح تستمر ومستحيل تكون ناجحة. خليكي واثقة بحالك وفرجين هيدا الشي. شو بدي اقول لك فاتح؟ الله يحميك اياها. بعدي عني، ما تلمسيني، انا ما بقدر اتحمل وما بقبل وحده مثلك ناقصه تكون كنتي ومرت ابني. منيح لك شفتك على هيدك من هلا. بس يا ست، مرض البهاق ما بيشكل ناقص عند الانسان، اذا بنتي عندها مشكل ما في داعي تحكيها بهذه الطريقه. ماما بس وقلك عين تحكي؟ تفضل يا محمد نمشي.
سميرة. ما تحكي لي همي، أنا منيحة ومن اليوم قررت ما عاد حط ولا نقطة ميك اب تغطي هالبقع يلي على وجهي. ما تسخن. ايه أنا هيك.